السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. شهد مواطن إماراتي يتكلم عن زيارته إلى حديقة التجارب الحامة بالجزائر العاصمة، تابعوا معنا هذا الفيديو. اليوم أمام صرح جديد من صروح العاصمة الجزائر أمام حديقة التجارب، حديقة التجارب التي يجهلها الكثير منا في الوطن العربي، يجهل وجودها الكثير منا في الوطن العربي. الحديقة تم إنشاءها سنة 1832 بعد عامان من الاستعمار الفرنسي، بنيت على النظام الكلاسيكي الفرنسي. الحديقة اسميت بحديقة التجارب لأنها تضم أكثر من 2500 نوع من الأشجار، تضم أكثر من 25 نوع من النخيل. الحديقة امتازت بمناخ الجيد، درجة حرارة الحديقة هذه تتراوح من 15 إلى 25 درجة على طول أيام السنة. المناخ هذا ينفع لزراعة جميع أنواع الأشجار. الحديقة حديقة صراحة ما أعرف شو أقول، لكن متميزة بكل ما تحويه الكلمة من معنى. معلومة بعد الكثير يجهلها، أو 99% من الوطن العربي يجهلها وعلى رأسهم أنا، أنه تم تمثيل أول فيلم طرزان في هذه الحديقة، تم تمثيله في دولة عربية ألا وهي الجزائر، جمهورية الجزائر الشعبية. أتمنى أن تعود هذه الحديقة إلى الصدارة مرة ثانية، أن تكون الحديقة رقم واحد على مستوى العالم، أن تعود إلى مكانتها التي كانت عليها.